ويسأل عن الحكم بعوايد البوادي والأعراف القبلي، هذا حرام ما يجوز، هذا حكم الجاهلية. الله جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. هذا مثل الحكم بالقوانين، سواء كل حكم بغير ما أنزل الله فلا يجوز، سواء كان قوانين أو كان عوايد أو أعراف قبلية، كله حكم بغير ما أنزل الله. نعم.